لكن أين الله؟ الله عز وجل في السماء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، لم يكن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية السوداء أين الله سؤالا عن الجهة أو المكان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعرف خلق الله بالله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله تعالى موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. وإليكم ما يقول السندي في حاشيته على شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي في هذا الكتاب الذي هو المجلد الثاني الجزء الثالث من طبع دار إحياء التراث العربي في الصحيفة 18. يقول الإمام السندي: قول النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى، وقولها في السماء أي في جهة السماء يتوجهون. والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى، لا إثبات الجهة لله. هذا كتاب سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الجزء الثالث، الصحيفة 18. الإمام السيوطي يشرح حديث الجارية، يقول: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. قال النووي: هذا من أحاديث الصفات وفيه مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. هذا شرح حديث الجارية بكلام العلماء أمثال السيوطي وأمثال النووي رحمهم الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. والقرآن يبين ذلك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي الله. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، سبحان الذي يغير ولا يتغير. هذا كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي الشافعي الدمشقي، المتوفى سنة 677 هجرية، في الجزء الخامس، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 22. يقول النووي: قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم.
هذا كتاب تفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية. هذا المجلد هو المجلد التاسع، الجزء الثامن عشر، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية. في الصحيفة 141 هذا الإمام يفسر قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ فيقول: قيل هو إشارة إلى الملائكة، وقيل إلى جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب. قلت: ويحتمل أن يكون المعنى أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون. انتهى كلام القرطبي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. لكن الله عز وجل بذاته فوق سبع سماوات على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحان الذي كيف الكيف فلا كيف له. الكيف هو الطول والعرض والحجم، وهذا كله مستحيل على الله. ممن نقل الإجماع أن الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان، الإمام عبد القاهر ابن طاهر البغدادي المعروف بأبي منصور البغدادي، الذي توفي منذ 1000 سنة، سنة 429 هجرية، في كتابه الفرق بين الفرق، طبع دار المعرفة، سنة 1421 هجرية، الطبعة الثالثة، في الصحيفة 292، يقول الإمام أبو منصور: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، على خلاف قول من زعم من الهشامية والكرامية أنه مماس لعرشه. وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. وقال أيضا: قد كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان. انتهى كلام أبي منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، هذا ما عليه إجماع أهل الإسلام، ومن شذ شذ إلى النار والعياذ بالله تعالى.